برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح عقد مجلس الشورى جلسته الثانية صباح اليوم ليتم تشكيل اللجان الدائمة للمجلس. وإلى جانب انتخاب رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، تم أيضا خلال الجلسة استعراض بعض المراسيم بقوانين. توافقات مسبقة حول تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة خيمت على أجواء جلسة مجلس الشورى الثانية، لينتهي الأمر بالاتفاق على تشكيلة مماثلة للجان الدور الأول باستثناء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والتي حاز الدكتور عبد العزيز العجمان على رئاستها خلفا لرئيستها السابقة سوسن تقوي. إن شاء الله إحنا عندنا مواضيع من أهمها مواضيع الاتفاقية الأمنية لوزارة الداخلية، وبعض المواضيع التي تتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين حكومة مملكة البحرين والحكومات الشقيقة والصديقة. وخلال دور الانعقاد الثاني من المتوقع أن تشهد جداول أعمال اللجان الدائمة زخما في النقاشات، خصوصا تلك المتعلقة بتقليل المصروفات والأوضاع المعيشية للمواطن. من هاي اللحظة تبتدي طبعا إحالة جميع المشاريع بقوانين أو الاقتراحات بقوانين اللي تم على ضوء اختصاص النوعي لكل لجنة، واللي تم أيضا مباشرة رفع التقارير التي سبق اعتمادها إعادة اعتمادها في اللجان وإحالتها إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضها للمناقشة في الجلسة العامة. بداية الدور الثاني من الفصل التشريع الرابع اليوم عندنا موجود في كثير من المراسيم اللي تم اصدارها من قبل جلالة الملك خلال الإجازة التشريعية، وهناك في أيضا موجود عندنا في السياسة الاقتصادية التي صرحت بها الدولة خلال الفترة الماضية. هناك راح يكون في نوع من الجهود اللي تحتاج أن تبذل من قبل السلطة التشريعية، وهنا أتكلم عن المجلس الشورى بالذات الحزمة الموجودة من خلال 13 مرسوم اللي صدرت عن جلالة الملك. أعتقد عندنا موجود هناك يمكن حوالي 7 مراسيم هي متعلقة بدور اللجنة المالية والاقتصادية مجلس الشورى. عندنا موضوع هو معاد إلينا محول من يعني دور الانعقاد الأول فيما يخص الإسكان، يعني من 4 مواد والمرئيات وزارة الإسكان أخذناها في عين الاعتبار، واجتمعنا قبل دور الفصل التشريعي هذا اجتمعنا في العطلة التشريعية. كما شهدت الجلسة أيضا مناقشة مجموعة من المراسيم بقوانين حول تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الشرعية وقانون السلطة القضائية وقانون محكمة التمييز. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.